السلام عليكم حبايب قلبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ طبعا جبت لكم اليوم قصه شخص اتعرف له على بنيه على برنامج الفيسبوك وصارت علاقه حبوب بيناتهم. قبل لا احكي لكم القصه، اذا انت داخل على اليوتيوب على هاي القناه جديد، خلينا اشتراك وفعل جرس الاشعارات على مود يوصلك كل جديد من عندي، واتشرف بالكل على راسي. على كل، طبعا هذا الشخص اتعرف له على بنيه باحد جروبات الفيسبوك، وتعرفون جروبات وتفاعل، فصار بيناتهم خاص. من بعد ما صار بيناتهم خاص، بداية علاقتهم كانت صداقة، النوبة تطورت وصارت علاقة حب. استمرت هاي علاقة الحب سنتين، فبعدين البنية قالت له تعال تقدم له وخطبني. فهو الولد فاتح أهله بالموضوع وقال لهم هيك وهيك السالفة. فهم قالوا له إحنا ما نتقبل بنية من الفيس، يعني علاقات اتصال ومن هالسوالف، أنت لو تعرفها مثلا ومن المنطقة بيها مجال، بس من الفيس ممنوع نهائيا. فكلهم عارضوا أهله بما فيهم أول واحد والده، تعرفون حكاية الوالد لازم تمشي. فصارت مشاكل بينه وبين أهله، واضطر يعزل البيت لوحده، وصدق طلع وعزل البيت لوحده. هو الولد يعني منتسب وعنده راتب، فالله رازقه، فعزل البيت لوحده. بعدين سوى أخذ مشي هو لوحده بدون أهله، ووداها للبنية، لم جماعة من المنطقة ومنه وقرايبه، وراح خطب بدون إدرى أهله. فبعدين والده درى بالموضوع وراح تعارك وياهم كلهم ودزهم بالمشية. على كل، أهل البنية وافقوا، بس بعدين من عرفوا أكو خلاف بينه وبين أبوه بطلوا، لأن تعرفون لازم أبوه موجود. المهم، فهذا يعني انسدت كل الخيارات أمامه، إلى أن توصل لحل راح لشيخ عشيرتهم العموم، شيخ العشيرة كبير، فراح فاتح بالموضوع وقال له هيك وهيك أنا قصتي، وأهلي عارضوني بهذا الزواج وأنا ما عندي إشكال. على كل، فجاب شيخ العشيرة مالته، اتعناله طبعا هو وجابه ووصله لوالده، فحاشا وما أعرف شنو. المهم بالقوة قنع أهله، فالحمد لله والشكر حاليا هم متزوجين وقضت على خير. يعني رسالتي من هاي القصة لكل شاب، إذا أنت تريد لك بنية لا تأيس، حتى لو أهلك رفضوا وعارضوك وما قبلوا تتزوجها، هذا يعني مو نهاية الأمر، لازم أكو فرصة، لازم أنت تتعب، مو من بداية المطاف وانت أيست ورحت. فكل شاب لازم يتعب، والبنية هم كذلك لازم تضحى على موده. وسلامتكم.